السودانيين في منطقة الفشقة المتنازع عليها مع أثيوبيا بالعلاقات بين البلدين اللذين لم يتوصلا بعد الاتفاق حول ترسيم الحدود بعد عقود من المحادثات. ويتمسك السودان باتفاقات وقعت إبان الفترة الاستعمارية خلال العقد الأول من القرن الماضي وتنص على أن الفشقة أراض سودانية وهو ما ترفضه أثيوبيا. أراضي الفشقة الخصبة هي اليوم قلب النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا، على جمر تتقلب العلاقات بين البلدين، ومخاوف في أعين سكان قرية ودجولي السودانية من بوادر اقتتال يلوح في الأفق. يريد هؤلاء مزارعهم في العمق المتنازع عليه، فهناك التربة الغنية. اعتادوا فيما مضى عبور المجرى الغربي الضيق لنهر عطبرة صوب الشرق لزراعة أراضيهم وحصادها، أمر بات محظورا منذ منتصف التسعينيات بعد أن انتشرت فيها قوات أثيوبيا وآلاف من مزارعيها مستغلين خوض الجيش السوداني الحروب الداخلية. في 96 دي بالضبط انا كنت زارع، انا بلاي كنت معاك ده، كنت زارع هناك في منطقه خور هومر. زرعنا السمسم، السمسم طبعا كان حصاده سريع، حصدنا السمسم، لكن العيوش والهناي وحتى في ناس يعني البابورات والعربات دي كلها الحبش استغلوها شالوها. ومن 96 دي ولي جاي يعني كانت حياتنا كلها يهود زي ما قلت لك، يعني مآساه وضرب ونهب وسحب، ويعني فقدنا كم من الشهداء من منطقه دوتكولي دي بالذات. رزق هؤلاء السودانيين وكثافتهم السكانية باتا مرتبطين بتقلبات العلاقات السودانية الإثيوبية وبأمن مياه آخر روافد النيل. كنا محددين، يعني نهر عطبر انت بتنزله بعد مرات وانت ما في امان، لكن من 2020 بالتحديد حتى تاريخ اللحظة نحن في بنعيش في امان. يمكن قبل انتوا سالتوا انه هل المواطنين اللي رحلوا من اوتكولي حييجوا عايدين؟ طبعا نعم حييجوا عايدين، وحييجوا كمان اكثر من المواطنين اللي فاتوا. تاقلم سكان ودجولي مع حياتهم الجديده. زرعوا مساحات صغيره غرب عطبره، ومنهم من اتقن لغه الاثيوبيين التجراي والامهريه. تزوجوا من نسائهم وتعاملوا مع تجارهم، ومع ذلك لا يزالون تحت رحمة هجمات ميليشياتهم المسلحة. وينضم إلينا من الخرطوم اللواء دكتور أمين إسماعيل مجذوب، الخبير الاستراتيجي والباحث في الشؤون الأمنية وقضايا الحدود. أهلا بك دكتور أمين معنا. إذا هذا الهدوء المؤقت على الحدود بين البلدين، هدوء حذر أيضا يمكننا أن نصفه، هل يأتي في صالح المزارعين في تلك المنطقة أم أنه يعني لا يجدي نفعا بعد سنوات طويلة من النزاع؟ مساء الخير، مرحب بك ومرحب بالسادة المشاهدين. حقيقة هذا الهدوء هو فترة مناورة للدخول للمفاوضات، وهنالك وساطات بين الجانبين نتمنى ان يعني تكلل بالنجاح وتغليب وجهات النظر. بالنسبة للسادة المزارعين اهلنا في منطقة الفشقة، عانوا في الفترة الماضية من اختطاف بعض المزارعين من الميليشيات الاثيوبية ومطالبة بفدية، وهذه قضايا معروفة للرأي العام. وأيضا تم اغتيال حوالي 5 من النساء بواسطة القوات الأثيوبية، وده دليل على أنه هذه الفترة اللي احنا بنسميها فترة هدوء لن يكون فيها أي أمل للزراعة أو الاستقرار، ما دام الجانب الأثيوبي يبعث القوات الأثيوبية تحت مسميات مختلفة، مرة بميليشيات الأمهرة ومرة بقوات مختلطة ومر باسم الشفتة، وكلها هي قوات أثيوبية تحاول فرض الأمر الواقع. لا بد من الجلوس للتفاوض وحل الإشكالية بوضع العلامات حتى نأمن للمزارعين العودة وممارسة الزراعة. نعم دكتور أمين، طبعا يعني هذه المشكلة لا تخص فقط المزارعين السودانيين في تلك المنطقة،
بل تخص أيضا قطاع الزراعة في السودان، خاصة أن هذه المنطقة شديدة الخصوبة، وبالتالي يعني تعطل المشاريع الزراعية فيها يعني تعطل مشاريع زراعية بالنسبة للسودان ككل. طيب طوال يعني عقود من الزمن وهذه المنطقة متنازع عليها، ألم تجد الحكومات المتعاقبة بدائل يعني بدائل للمزارعين ولقطاع الزراعة؟ منطقة الفشقة بتغطي في الذرة حوالي 40% من احتياج السودان، وكذلك السمسم والصمغ العربي. لذلك منذ عام 96 حصلت فجوة غذائية العالم يشهد بها بسبب تواجد الأثيوبي في هذه المناطق. أثيوبيا ليس لديها قانونيا ما يجعلها تتمسك بهذه المناطق، وإنما كان يدخل مجموعة من المزارعين الذين لديهم صلات مصاهرة وتزاوج مع السودانيين، ويؤجرون بعض الأراضي ويحصدوا ويعودوا إلى داخل الحدود الأثيوبية. الآن الاقتصاد السوداني يتأثر تأثير كبير جدا بغياب هذه المساحة، حوالي 12 كيلومتر مربع من الأراضي الخصبة بها ثلاثة أنهار وبها معدل عالي جدا من الأمطار يتعدى 1000 مليمتر في العام. إذن نحن نصر على إدخال هذه الأراضي في دورة الاقتصاد السوداني بزراعة المحاصيل الرأسمالية والتصدير للعالم الذي يحتاج الآن في جائحة كورونا إلى الغذاء، ويؤمل على السودان آمال كبيرة. نعم دكتور أمين، تحدثت عن علاقات عائلية تربط يعني صلة عائلية ما تربط المنطقتين. طب هذه الصلات العائلية ألم تخفف من حدة التوتر بما يخص عمل المزارعين في تلك المنطقة؟ أنا يعني أذكر بعض الشواهد غريبة جدا. أثيوبيا لديها حوالي 3 مليون عامل داخل المدن السودانية، والسودان الآن يستقبل 62 ألف لاجئ من الأحداث في منطقة التجراي، والمزارعين الذين يأتون ويتزاوجون ويتصاهرون لهم سنوات طويلة. كل هذا لم يشفع للسودان أن تحتل أثيوبيا أراضيه. هذه علاقات ممتدة ولدينا محبة للجانب الأثيوبي وهم يحبون الجانب السوداني. الأزمة هي من النخبة الحاكمة. بعد التطورات السياسية في أديس أبابا خرج تيغراي من الحكم، عاد الأمهرة، وهم الذين يحاولون الآن السيطرة على منطقة الفشقة. هي منطقة محازية لإقليم الأمهرة، لديهم أطماع فيها، لديهم استثمارات فيها، ولكن الأمر الواقع ليس بهذه الطريقة. العلاقات تكون دائما قانونية تحت مظلة القانون الدولي، في شراكات بين الدولتين، في مصلحة للدولتين. لذلك السودان الآن عاد انتشار قواته ويأمل في وضع العلامات، ولا يمانع البتة في وجود علاقات بين المزارعين ورصفائهم في السودان. وحتى لو كان هنالك مشاريع مشتركة بين شركات بين البلدين، السودان لا يمانع، ولكن لا تفاوض كما أفادت الحكومة السودانية إلا بعد وضع العلامات وفقا لاتفاقية 1902-1903 اللي تمت برعاية الإمبراطور ملك. كانت هنالك حكومة وطنية في أثيوبيا، وموجب هذه الاتفاقية أخذت أثيوبيا إقليم بني شنغول وأخذت أغاليم ورسمت حدودها مع أريتريا ومع الصومال ومع كينيا. ولماذا الآن النكوص عن هذه الاتفاقيات وفيها مكاسب لأثيوبيا؟ إذا أرادت النكوص ستفقد كل هذه المكاسب الحدودية التي تحصلت عليها. إذن يعني أنت تستبعد وجود حل لهذه المشكلة في الأفق المنظور؟ الحل لا بد من وجود وساطة، ولا بد أن يكون الوسيط له نفوذ وله تأثير على الإخوة في أثيوبيا. الآن تدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة بوساطة قبيلها السودان، ولدينا الآن وفد رفيع موجود الآن في أبوظبي للمناقشة أمر هذه الوساطة. لكن التصريحات التي صدرت من الجانب الأثيوبي في الساعات 48 الماضية حقيقة تصريحات فيها نوع من الاستفزاز. هنالك حشود لا زالت موجودة في الحدود.
لذلك لا بد من وجود وساطة. السودان لارتباط الملفين ملف الفشقة وسد النهضة طالب بوساطة دولية رباعية لملف سد النهضة ودولية لأراضي الفشقة. هنالك وساطة من الاتحاد الأوروبي رفضتها أثيوبيا، وساطة من بريطانيا رفضتها أثيوبيا، وساطة من جنوب السودان رفضتها أثيوبيا، ونحن لا نعلم إلى أين تريد أثيوبيا أن تقود المنطقة. أي اشتعال لحرب أو الضغط على الزناد من الجانب الأثيوبي سيجعل المنطقة بالكامل. نحن نعلم جيدا أن أثيوبيا تعاني داخليا، لديها مشاكل داخلية، وتعاني حدوديا مع الصومال ومع كينيا ومع أريتريا أيضا، هنالك بعض الخلافات. لذلك ليس من مصلحة أثيوبيا سوى ترسيم الحدود والدخول في شراكات ذكية ومشاريع مشتركة مع السودان. نعم. طب دكتور أمين، أنت تتحدث عن الجوانب الأخرى، يعني السياسية والأمنية والاقتصادية. طيب المزارع السوداني في تلك المنطقة، هل تم تعويضه خلال السنوات الطويلة الماضية؟ حقيقة نحن في المفاوضات، مفاوضات الحدود، وضعنا طلب أمام المفاوض الأثيوبي بدفع تعويضات حوالي 7 مليار دولار للفترة من العام 96 إلى الآن، وهي العوام التي كان المزارعين الأثيوبيين يستولون على المنطقة ويمارسون فيها الزراعة. هذا التعويض سيذهب للمزارع السوداني. المزارع السوداني فقد أراضي، فقد دخله، فقد المدارس، فقد الاستقرار النفسي. هناك مشاكل نفسية وسيكولوجية عديدة لهؤلاء المزارعين الذين ارتحلوا إلى مناطق ليس مناطقهم التي تربوا فيها. لذلك هذا التعويض سيبقى ضمن أجندة التفاوض، ولا بد لأثيوبيا أن تدفع الثمن لتعلم هي ويعلم الدول الأخرى أن أي تدخل في دول والحصول على مكاسب ستدفع الثمن عاجلا أم آجلا حسب القانون الدولي. نعم. الدكتور أمين إسماعيل مجذوب، الخبير الاستراتيجي والباحث في الشؤون الأمنية وقضايا الحدود، شكرا جزيلا لك.